تصدر اسم الفنانة هالة صدقي ترندات السوشيال ميديا مساء أمس، والسبب هذه المرة ليس العمل قامت به الفنانة هالة صدقي أو تصريح فني لها، ولكن القصة التي تسببت في تصدرها الترندات تحمل العديد والعديد من علامات الاستفهام. الأمر بدأ عندما ظهرت الفنانة هالة صدقي بصحبة خادمتها حسناء في حلقة من حلقات برنامج شكراً مليون، والبرنامج فكرته بتعتمد على ظهور نجم مع شخص كانت له بصمة واضحة في حياة هذا الفنان لكي يقول له شكرا، وهذا ما فعلته الفنانة هالة صدقي. اختارت المساعدة الخاصة بها التي كانت تعمل معها منذ 16 عام، وفي نهاية الحلقة يتم إهداء هذا الشخص مبلغ مالي كبير جدا، وبالفعل تم تصوير الحلقة، وأعلنت هالة صدقي إن خادمتها ستحصل على مبلغ 150,000 ريال تقديرا لها. إلى هنا يبدو الأمر طبيعي، ولكن ما أثير الجدل هو ظهور حسناء مساعدة الفنانة هالة صدقي في فيديو تؤكد فيه تعرضها لمضايقات هي وأسرتها بعد ظهورها رفقة الفنانة هالة صدقي ببرنامج شكرا مليون، والإعلان عن فوزها بمبلغ 150,000 ريال، وقالت إنها لم تحصل على هذا المبلغ الكبير، ولكن الفنانة هالة صدقي أعطتها 50,000 جنيه مصري فقط، وقالت لها إن باقي المبلغ سيتم التبرع به لأحد المستشفيات بأسوان بناء على شروط البرنامج. وقالت حسناء إنها تعمل مع الفنانة هالة صدقي منذ 16 عام. تلقت اتصالا هاتفيا من الفنانة أخبرتها بأنها تريدها أن تجهز الغرفة الخاصة بها داخل المزرعة، لافتة إلى أنها بعد ذلك وجدت سيارات أتت إلى المزرعة تحمل آلات تصوير، فاعتقدت الخادمة إن الفنانة ستصور عملا فنيا، وأضافت المخرج قال لي عايزك تنزلي الأرض نزرع البصل وهنصورك، وبدأت التصوير مع الفنانة هالة صدقي وقالت لك أنت جايلك خير كتير ومبلغ مالي قدره 150,000 ريال سعودي، وهتقدري يا حسناء تسددي القرض اللي عليكي، بس هتطلعي مبلغ صغير منه إعانة لشخص آخر، ولكن بعد الانتهاء من التصوير قالوا لي الفلوس دي مش حقيقية وادوني 50,000 جنيه فقط. وبعدها كلمت الفنانة هالة صدقي قالت لي محدش بعت فلوس ودلوقتي علاقتي معاها انقطعت تماما، وان باقي المبلغ سيذهب لمستشفى اسوان للقلب. واختتمت حسناء الناس بتحسدني وانا مخدتش 150,000 ريال وكل اللي خدته 50,000 جنيه، والمفاجأة ان الشركة المنتجة للبرنامج اكدت انه بالفعل تم تصوير الحلقة بطريقة طبيعية جدا، وبعد الانتهاء من الحلقة تم تحويل مبلغ 150,000 ريال سعودي للفنانة هالة صدقي، خاصة وإن المساعدة الخاصة بها لا تمتلك حسابا بنكيا. ورغم الجدل المثار حاليا إلى أن هالة صدقي لم تدلي بأي تصريحات حول حقيقة الواقعة والتزمت الصمت حتى الآن.